الشقة كنت عايشين فيها انتوا الاتنين، تمام. سبت البيت ومشيت، تمام. هي سابت البيت وراحت لباباها، تمام. في الوقت ده باباها جالي البيت، اخد مني مفتاح الشقة. فهو اي حد هتحكي له الحكاية دي هيجي في باله ان حضرتك سبت البيت الزوجية، هجرت زوجتك يعني ومشيت، تمام. استنيت لما هي مشيت تروح لباباها وعايز تروح تستولى على الشقة. ده من وجهة نظر اي حد. لا حضرتك، هو هي انا وهي نزلنا من البيت مع بعض. يعني اي حد يسمع القصة هيقول كده. انا وهي نزلنا من البيت مع بعض، رايح اشوف بنتي اللي هي مقيمة عند حماتي اصلا، بشوفها مرة واحدة في الاسبوع. مع انه يعني ايه احنا اتنين نزلنا مع بعض؟ انت بتقول انا سبت البيت ومشيت. سبت البيت ومشيت، بيت حماية بعدي بشارعين، تمام. بنتي عايشة عند حماتي دايما، بشوفها مرة واحدة في الاسبوع اللي هو يوم الثلاث. ليه؟ علشان هي عايشة هناك، مامتها بتشتغل شغلانتين، مش فاضية للبيت ومش فاضية لي ومش فاضية للبنت اصلا، ودي كان سبب خلاف برضه من الخلافات. ما اكيد بتشتغل شغلانتين اكيد عشان الماده ولا ايه؟ لا يا فندم، انا كنت بتحايل عليها ان هي تسيب شغلانه من الاثنين، انا كنت بتحايل عليها اصلا تسيب الشغل كله. وحياتك بتوفر فلوس كل يعني بتوفر فلوس كويس؟ كنت وقتها بشتغل ب 120 جنيه في اليوم، بسيب لها منهم 100 جنيه وباخد 20 جنيه وانا نازل شغلي. و 3000 جنيه كانوا كافيين في الشهر؟ طبعا كانت الاسعار وقتها قليله جدا، وبعدين احنا فردين. احنا كنا بنجيب طلبات البيت كلها بألف جنيه، ده غير ان والدتي كانت بتوفر لي دايما من الارياف كل حاجه البيت ما عدا حاجه التلاجه اللي هي لحوم فراخ، الحاجات دي كنا بنجيبها كلها بألف جنيه اصلا. بننزل السوق. لا يعني هي ما كنتوش محتاجين انها تشتغل عشان تساعد في البيت؟ مش هكذب على حضرتك واقول لك لا، كنا محتاجين انها تشتغل، بس مش شغلانتين. تحايلت عليها انها تسيب شغلانه من الاثنين عشان تفضل تشتغل. ايه؟ تشتغل ممرضه. ايه التانيه؟ تمريض برضه. لا قصدي يعني هي شغلانه واحده. بس بتشتغل صبح وبالليل قصدي؟ بس بتشتغل شغلانتين في مكانين مختلفين يا فندم. اوكي. في مستشفيتين مختلفين. في كل الممرضات بتعمل كده. ها تمام. طب نشوف بيتنا، نفضل بيتنا مفيش. طب هيحصل مشاكل، وحصل مشاكل بالفعل، وده اللي حصل بسبب الطلاق فاول مره. لما رجعنا طبعا قايمه جديده ووصل امانه وشبكه جديده و و و ده كله بس عشان اعرف اعيش جنب بنتي، ووافقت. ما كملناش 3 شهور والمشاكل اشتغلت تاني. بس انت اللي مشيت. انا اللي مشيت علشان ما اعملش مشكله. انا اللي مشيت علشان ما اعملش مشكله. هي قعدت تعتذر لك وتقول لك اقعد وكده. طب مش طب هي قعدت تعتذر بس 5 دقايق، ما كملتش بقى ايه اللي حصل وانا نازل. شتيمه، زق بايديها، رايح عند باباها علشان اشوف بنتي، برضو نفس الكلام على السلم، وانا والله ما نطقت بحرف. انا بس عايز اوصل، انت وانت بتسيب البيت وتمشي هي نزلت معاك؟ كانت نازله معايا رايحه عند مامتها. ونزلت؟ كنا ماشيين مع بعض في الشارع. انت مشيت وهي راحت لمامتها؟ لا احنا طلعت عند مامتها الاول، شفت البنت طبعا، اتفرجت عليا الناس وانا بشوف بنتي الساعه 8 الصبح، كنت لسه جاي من شغل اصلا، المشكله حصلت الساعه 8 الصبح وانا جاي من شغلي. نزلت كنت ناسي شويه حاجات ليا في الشقه، واتصل بيها تاني، اديني المفتاح اجيب حاجتي اللي في الشقه، قالت لي لا. فتحت باب شقتي بكارت فيزا، تمام. دخلت جبت حاجتي، صورتها لها، بعتها لها على الموبايل، لقيت باباها جاي. اول ما دخل بيبص على الباب يشوف انا كسر الباب ولا لا، مع انها شقتي بتاعتي انا اللي تعبان فيها وانا اللي عاملها. هي دفع معايا النص فيها، مش بنكر ده، وانا كاتبها باسمها، بس ده شقتي، انت ليه بتعمل كده؟ تعالى يا بابا اتفضل هحكي لك. قال لي مش عايز اسمع اي حاجه، خلاص لميت حاجتك؟ قلت له اه. قال لي طب نازل ولا قاعد؟ قلت له نازل يا بابا، بس انا عايز احكي لك. قال لي لا ما تحكيليش، بعدين نبقى نتكلم. نزلت قعدت يومين في البلد، اتصلت بيه بابا بعد اذنك قعد اخد منك المفتاح علشان عايز انزل شغلي، انا بقالي يومين قاعد من الشغل واصحاب الشغل بيكلموني محتاجين ننزل الشغل. قال لي ايه علاقه انك تنزل الشغل بانك ترجع البيت؟ ما هو حضرتك انا مغترب، انا ماليش مكان تاني في اسكندريه غير الشقه دي. هو انت طلقتها ولا لا؟ لا ما طلقتهاش، هي رافعه قواضي بس انا ما طلقتهاش لحد دلوقتي. تمام. قال لي طب نستنى كام يوم نحل المشكله، ولا انت عايز تطلقها ونخلص منها؟ بالظبط. ما انا كنت لسه هقول لك، انت يعني تمام تقعد في الشقه وما حلتش، ما عرفتش هي تطلقها تجوزها؟ لا ما عملتش كده خالص. لا يعني انت كنت بتفكر هترجع الشقه وبعدين وهتعمل ايه مع مراتك؟ نحل المشكله، ما كانش انت ما حلتش حاجه، انت بتقول عايز المفتاح بس. ايوه عايز المفتاح، اروح اقعد في شقتي وانزل شغلي، هي لو زعلانه تخليها قاعده عندك لحد ما نحل المشكله. زعلانه؟ انت اللي زعلت ومشيت يا فندم. حضرتك ما انا مش قادر احكي ايه سبب الزعل. مش عارف احكي ايه سبب الزعل، وقلت لحضرتك في البدايه خلينا نقول ما اتفقناش، مش متفاهمين، وضع مش عاجبني. لا قصدي اقول ان حضرتك اللي مشيت مش هي اللي زعلانه، فانت كنت هتطلقها ولا هتكمل ولا لا إيه؟ ما كنتش هطلقها. ما كنت تعمل ايه بقى؟ كنت انا لو كنت عايز اطلقها كنت رميت عليها يمين الطلاق وقت زي اول مره.
امال كنت حاطط في دماغك انك هتطلق؟ كنت حاطط في دماغي ان انا يعني بعمل ده كتاديب ليها، ان انا لما اسيب لها البيت يومين وامشي يمكن تعقل ترجع عن اللي في دماغها وبطل. لا يعني فات قد ايه وقت وبعدين قلت له انا عايز الشقه عشان انزل يومين 48 ساعه. اه بعدين مش كتير، مش اكتر من كده. قال لي هتصبر ولا احنا نفض الموضوع ده خالص وكل واحد يروح لحاله بزعيق طبعا بنبره مش كويسه. طب حاضر يا بابا اللي انت شايفه. قعدت اكتر من اسبوع طبعا من غير شغل، محتاج فلوس علشان عليا اقساط بتاع الموبايل. اشتغلت كنت بشيل الرمل على كتفي في الوقت ده عشان اعرف ادفع الاقساط، وطول الفتره دي بتصل بيه طب عايزين نحل، هو برضو بنبره مش كويسه يعني في الفاظ والله كانت بتتقال في التليفون انا مش قادر اقولها. تمام. لما خلاص فاض بيا تعبت. فطب يا جماعه عايز اجيب مصاريف البنت علشان انا عايز اشوف البنت، مش مستاهله كده كده هنحل المشكله وتبقى تشوف البنت. دلوقتي فات قد ايه وقت؟ 8 شهور، سنه وسنه وست شهور، 18 شهر. السنه وست شهور شفت بنتك؟ ولا مره، من اخر مره شفتها فيها لما نزلت من البيت.